فإن بورما إحدى بلدان الهند الصينية، تقع في جنوب شرق آسيا وماليزيا، يحدها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال، ومن الشرق الصين وتايلاند، ومن الغرب خليج البنغال وبنغلاديش. ويسكن أغلب المسلمين في الجنوب الغربي لبورما في إقليم أراكان الذي يفصله عن باقي أجزاء بورما حد جبلي هو سلسلة جبال أراكان يوما الممتدة من جبال الهملايا، وتقدر مساحة إقليم أراكان للأغلبية المسلمة بعشرين ألف ميل مربع، وعدد السكان في بورما يزيد على 55 مليونا، أكثر من 20% منهم من المسلمين، والباقي من أصحاب الديانات من البوذيين الماق وغيرهم من الطوائف الأخرى. فعدد المسلمين في بورما يزيد على 10 ملايين، يسكن 5.5 مليون منهم إقليم أراكان، وهم يمثلون أكثر من 70% من سكان الإقليم، والمسلمون من أفقر الجاليات في بورما وأقلها تعليما، ومعرفتهم بالإسلام متواضعة محدودة. وقد دخل الإسلام أراكان في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد في القرن 7 الميلادي عن طريق الرحالة العرب، وانتشر الإسلام فيها حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها 48 ملكا مسلما على التعاقب لأكثر من 3.5 قرون ما بين عامي 34 و898 و100 بما يوافق 1430 إلى 1784 من التاريخ الصليبي. وانتشر الإسلام في بقاع بورما كافة، وبها آثار إسلامية رائعة من المساجد القديمة والمدارس الشرعية والرباطات وغيرها. ثم وقع الاحتلال البوذي لأراكان 84 و700 وألف، وضمها الملك البوذي بوداباي إلى بورما، وخوفا من انتشار الإسلام في المنطقة أخذ يخرب ممتلكات المسلمين ويتعسف في معاملتهم، فملأ السجون منهم وقتل من قتل من العلماء والدعاة وغيرهم. وظل البوذيون يضطهدون المسلمين وينهبون خيراتهم مدة احتلالهم لأراضيهم، وهي 40 سنة، انتهت بالاستعمار البريطاني لبورما 24 و800 وألف، وضمتها بريطانيا إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية. وفي 37 و900 وألف ضمت بريطانيا بورما إلى أراكان التي يقطنها أغلبية مسلمة لتكون مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية، وعرفت آنذاك بحكومة بورما البريطانية. وفي عام 42 و900 وألف تعرض المسلمون لمذبحة وحشية كبرى على يد البوذيين الماق، بعد حصولهم على الأسلحة والإمداد من قبل البوذيين البرمان
والمستعمرين البريطانيين وغيرهم. وقد راح ضحية تلك المذبحة أكثر من 100,000 مسلم، أكثرهم من النساء والشيوخ والأطفال. وشردت الهجمة الشرسة الوحشية مئات الآلاف من المسلمين خارج وطنهم. وفي سنة 1947 قبيل استقلال بورما عقد مؤتمر في مدينة بنغلونغ للتحضير للاستقلال، ودعيت إليه جميع الفئات والعرقيات باستثناء المسلمين لإبعادهم عن سير الأحداث وتقرير مصيرهم. ومنحت بريطانيا بورما للاستقلال سنة 1947 شريطة أن تمنح كل العرقيات الاستقلال عنها بعد 10 إذا رغبت في ذلك، وهو ما يقال له حق تقرير المصير. ولكن البرمان نقضوا عهودهم واستمروا في احتلال أراكان المسلمة دون رغبة من سكانها. وقام البوذيون الماغ بممارسات بشعة ضد المسلمين، وظل الأمر على شناعته وقسوته من قهر وتشريد وإبادة وتطهير عرقي، حتى كان الانقلاب الفاشي سنة 1962 فازداد الأمر سوءا. والمسلمون يتعرضون منذ الانقلاب العسكري الفاشي المدعوم من المعسكر الشيوعي الفاشي الصيني الروسي، يتعرضون لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشرير والتضييق الاقتصادي ومصادرة الأراضي، بل ومصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل. وقد بدأت المأساة الجديدة للمسلمين في بورما يوم الجمعة 17 لهذا العام الهجري سنة 33,400 الموافق للثالث من الشهر السادس لسنة 2000 من التاريخ الصليبي، حيث قام المسلمون بالاعتراض على قتل 10 المسلمين قتلوا بوحشية فائقة وببشاعة لا يصل إليها خيال، حيث اجتمع على هؤلاء 10 قرابة 66,400 من الماغيين البوذيين، فربطوا أيديهم وأرجلهم، ثم انهال الجميع عليهم ضربا بالعصي حيثما وقعت، فصرت لا ترى إلا أعينا فطئت وجماجم حطمت وأمخاخا انتثرت وأشلاء تنافرت وألسنة سحبت. وقد قام الماغيون لما اعترض المسلمون على ذلك بالزحف على قرى المسلمين ومنازلهم بالسواطير والسيوف والسكاكين، وبدأت حملة إبادة منظمة ضد المسلمين، وحرقت القرى والديار، وفتك بالمسلمين والمسلمات، وتجاوز عدد ضحايا المجازر الآلاف، وتم تهجير الآلاف جماعات مما عرض الكثيرين منهم للموت والغرق، وتم تسميم آبار المسلمين في خطة حقيرة مدبرة للتطهير العرقي، ومن أجل الوصول إلى إبادة شاملة للمسلمين. كل هذا على عين العالم وتحت سمعه، يسمع ويرى في عصر صار العالم كله فيه قرية واحدة، بل حارة في قرية،
فصاروا يطلعون ويشاهدون ويسمعون، وهم يرون ذلك ويبصرون ويسمعونه وينصتون لأنات وصرخات أولئك المعذبين كأنهم من أهل الأخدود، لأنهم يحرقون أحياء. العالم يرى ذلك ويسمعه، ولكن الشأن مع الغرب والشرق كما قيل: قتل كلب في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. مأساة المسلمين الروهنجيين في أراكان بورما، أين هي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الصهيونية الماسونية التي تدعي العدل وتتشدق بالإنصاف؟ ألم يثر حرق البشر أحياء من يفزعون لتعذيب قطة ويتألمون لمطاردة كلب ويسنون القوانين لحماية الحيوان؟ ألم تثر صور قتل الأطفال المسلمين وتقطيعهم بالسكاكين شفقة أحد من العالمين؟ ألم تثر صور الذين يحرقون أحياء؟ فمن لم يمت منهم حرقا مات خنقا قبل أن يموت حرقا، بلا رحمة ولا شفقة، وبما يترفع عنه الحيوان الوحشي البهيم. أفترى القوم يحسبون ما يرون من اختراق القرى كاملة وفقء الأعين وتكسير العظام واستخراج الأمخاخ منثورة من جماجم البشر وحرقهم أحياء وتقطيعهم أشلاء والاعتداء على الأعراض وسباحة الدماء؟ أفترى القوم يحسبون ما يرون من ذلك مشاهد في أحد أفلام هوليوود؟ أم يرونها حقيقة لكنها لم يستحق أن يغاث، أو لا يستوجب أن يعانى ولا يستأهل أن ينظر إليه من وقع الظلم والاعتداء عليه؟ لا لشيء إلا لأنه مسلم. فلأجل إسلامهم لابد أن تطهر الأرض منه، ولابد أن يبادوا على بكرة أبيه. وإذا اعتدي على حيوان أو مورست وحشية بمخلوق سنوا القوانين، وهذا الصمت المريب تمرير للإبادة العرقية ولتطهير تلك البقعة من المسلمين كما حول من قبل في دول البلقان، وكما فعل قبل ذلك شذاذ الآفاق واللصوص الذين استخرجوا من السجون فحملوا على متون السفن عبر المحيط إلى الأرض الجديدة. فما كان منهم إلا أن أبادوا الهنود الحمر شعبا كاملا، ثم التفتوا بعد إلى الساحل الإفريقي المقابل فخرجوا عصابات عصابات لخطف الأشراف والأحرار من الرجال والنساء والأطفال من الأفريقيين ليكونوا عبيدا لهم في بيت الشيطان. وأمريكا بيت الشيطان. وإن هؤلاء وغيرهم مما يقع الآن، ولكن إن لمنا أعداءنا على ما يقع لنا أو يقع لبعضنا فليس هذا من الحكمة في شيء. ولما لا نلوم أنفسنا؟ لما لا تلوم الأمة نفسها؟ ولما لا تقبل على إصلاح شأنها؟ ولا يكون ذلك إلا بإصلاح عقيدتها، فالتوحيد يوحدهم
وبه ربهم ينصرهم، وتكون لهم به العزة في الدنيا والرفعة والمجد فيها مع ما لهم في الآخرة. عقيدة أولئك البوذيين قائمة على الإلحاد، فإن بوذا وهو معبودهم ما زال يتدرج مترديا هابطا حتى أعلن ألا خالق ولا إله. عقيدة البوذيين قائمة على الإلحاد، يعتقدون أن بوذا ابن الله، ينكرون البعث واليوم الآخر، ويقولون بعقيدة الجزاء وتناسخ الأرواح، وأن الإنسان إذا هلك جسده ظاهرا عادت روحه في مخلوق جديد على حسب ما كان من عمله، قد يعود فأرا أو كلبا أو جرذا أو حمارا أو ما يكون. وهم يصلون لبوذا وهم وثنيون كفار، وهم الذين تملكوا من رقاب المسلمين، يقومون بالتطهير العرقي تحت سمع العالم وبصره، ولا من مغيث ولا مديب. وكفى بالله مديبا وكفى بالله مغيثا، والموعد الله.